لنا لديهم ماني كاسلا في حراسة المرمى وإنسام سويد وغريب حالي للنصراوي القاتل الكرة من غريب نقل استلام عبد الفتاح يحاول مرر غريب قبل ذلك فتوحي ينقل كرة حاضرة منصور حمزة أرضية وسعيد يبعدها ولوكاس وكرة هدف أول خبراني بارتقاء محمد كرة عادت من إدريس فتوحي إدريس يتقدم كرة في غاية الخطورة فرصة لهدف ثاني الله في أكثر من لقطة لدى دفاع الأهلي مازن أبو شرارة يحاول يفكر يلعب كرة راسية على الاهلي في الفئات السنيه لاعب عنده اللي قدمه هيثم مر يا عيني على الثقه يا عيني على المرور شوف الكوره شوف الحربي